واجب إن الواجب على كل مسلم أن يعرف عظم قدر الأدعية النبوية ورفيع مكانتها، وأنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. فخير السؤال أن يسأل المسلم ربه من خير ما سأله منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله تعالى من شر ما استعاذ منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه. ومن يتأمل جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة يجدها كذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة. فكيف يدع المسلم هذا الخير العميم والفضل العظيم الذي اشتملت عليه أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يدع المسلم هذا الخير العميم والفضل العظيم الذي اشتملت عليه أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقبل على أدعية أخرى لغيره ممن لا تؤمن غائلتهم من المتكلفين في الدين ما ليس منه؟ نعم، يعني هذه الآن مسألة مهمة جدا ولا بد من التنبيه عليها، لأن يعني بعض الناس نجد بأيديهم كتب في الدعاء، كتب في الدعاء مكتوب عليها أدعية، ويكثرون من قراءتها ودعاء الله بما فيها من دعاء، وهي أدعية أنشأها بعض المتكلفين وشغلوهم بها عن أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا توريط للعوام بهذه الورطة العظيمة. ونرى بعض العوام فعلا تورط، تجد في يده كتاب في الأدعية ليست من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنشأها بعض المتكلفين. ورأينا بعضها تلك الأدعية فيها خلل حتى في العقيدة، خلل حتى في الاعتقاد، في بعضها ألفاظ شركية وكلمات بدعية وأشياء من هذا القبيل. تجد بعض العوام مساكين بيده هذا الدعاء زين له ورغب فيه وأخذ مدة طويلة من عمره يقرأ في ذلك الكتاب، وغيبت عنه الأدعية الصحيحة الجوامع الكوامل المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الخطابي رحمه الله؟ ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال. وباب الدعاء مطية مظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي دحض، يعني مزلة موطن زلل. نعم، فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله.